التالية نحن أمام مركز اقتراع. دينا حلينا البيبان مع الستة السادسة صباحا، وهنا نستقبلوا في الناخبين. عدد المستجدين في المركز هذا 9116، عندنا 10 مكاتب. إلى حد الآن ما فما حد شيء لاباس، إلى حد الآن لاباس، يعني الناس تنتخب وتخرج، وعندنا برشا مساعدين، برشا من الأعضاء نتاع الهيئة يعاونوا في المواطنين حتى لما يعرفش المكتب نتاعو، ما عرفش الترتيب نتاعو، نجموا يشوفوا له بالمنظومه، نجموا يشوفوا بالسجل الانتخابي، سجل الناخبين اللي معلق الغادي. البرلمان العربي. فعلا احنا من خلال مرورنا شايفين تنسيق وتنظيم متميز من اللجنة الانتخابية، وداخل اللجان فعلا في تنسيق وفي ترتيبات يعني جيدة. إن شاء الله خلال الساعات القادمة هيبقى في إقبال انتخابي، وفي الآخر نعرف يعني الشارع التونسي عايز إيه، سواء كل أدلى بصوته سواء بالسلب أو بالإيجاب، إن شاء الله يكون خير للوطن والمواطن التونسي إن شاء الله. الاستفتاء هو اليوم هو تقرير مصير الشعب التونسي من أجل الحق في يعني الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية، ليس شعارا كما سوقت له الأخوان المسلمين في العشرية السوداء، بل ممارسة فعلية من خلال يعني تنقيحات طرأت على الدستور. الشعب التونسي نحب نذكر اللي هو صاحب السيادة اليوم يمارس هذه السيادة على الوجه الذي يراه، وهو من خلال الاستفتاء والاتجاه إلى الجمهورية الثالثة.